السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد ملاقية، ملاقية السلسول. كنتمنى أن هاد الملاقية تنال الإعجاب ديالكم. فأول حاجة تنديرو هي أن احنا تنتبتو الخيط في التوب، ترجعو كذلك لهاد البلاصة، نتبتوه كذلك في الجهة المقابلة. حاولوا ان احنا نمشي بشكل يعني تكون متناسق. فهنا انا غادي نحاول نخدم غير ثلاثة الغريزات، هادشي علاش غنحاول نخلي المسافة ديال ثلاثة. غنرجعو نوضعو هاد الغريزات، هادو غنضع هنا كما قلت لكم ثلاثة الغريزات، الغرزة الاولى، الغرزة الثانية بهاد الشكل هذا، نحاول نثبتوهم مزيان. الغرزة الثالثة هنا، نرجعو للتوب من بعد ما ضربنا في التوب، ونرجعو لهاد الغريزة الأولى نخدموها. الأولى هنا، نرجعو الغريزة الثانية. من بعد هنا ما خدمناها جوج الغريزات، غنرجعو نضربو في التوب، ما نبعدوش بزاف، غنخليو هنا واحد المسافه بهذا الشكل اللي غادي نحبكو عليها. الحبكه الاولى، الثانيه، الثالثه، والحبكه الرابعه. انتبهوا دائما الحبكه، انا الخيط يدور في هذا الاتجاه، هذا نوريه لكم. هنا دورنا الخيط في هذا الاتجاه باش غنضربوا في هذه الغريزه هذه. من بعد ما ضربنا في هذه الغريزه، غنرجعوا مره اخرى للتوب لكم، ما نبعدوش الضربات بزاف باش ما تجينش يعني العيون يجي واسعين بزاف. هنا عينكم ميزانكم، ندوروا الخيط في هذا الاتجاه ونحبكو، حبكو بهذا الشكل، نرجعو كذلك هنا ونبقاو غاديين هنا حتى نوصلو ربعات الحبكات كيف ما درنا في الجهة المقابلة من ثلاثة. فهنا ربعات الحبكات، من بعد ما وصلنا هنا ربعات الحبكات، غنرجعو نضربو في هذه النقطة اللي عندنا الوسط، هذه تولي هي الفاصل ما بين هذاك هاد المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. بحال هنا هذه النقطة الفاصلة ما بيناتهم، رجعوا كذلك نضربوا هنا في التوب، تستمروا بنفس الطريقة حتى توصلوا للحجم اللي نتوما بغيتوه. دوروا الخيط في هذا الاتجاه، فغادي نحبكو هنا عندنا جوج الحبكات، الحبكة الثالثة، الحبكة الرابعة. حبكت هنا أربعة الحبكات، نرجع كيما قلت لكم لهاد النقطة اللي عندي هنا في الوسط، فهي الفاصل ما بيناتهم. هنا نرجع نضرب كذلك في التوب، تبعدوش الضربة بزاف غير شوية، ندور الخيط في هذا الاتجاه ونحبكو. الحبكة الأولى، الثانية، الحبكة الثالثة، والحبكة الرابعة. نرجعو نضربو كذلك كيما قلت لكم في هذيك الغريزة اللي عندنا هنا الوسط، تابعتو معايا هنا، بقاو هنا واحد الغريزة، نرجعو نضربو فيها، وغادي نستمرو في العمل حتى نطلعو المسافة اللي حنا بغينا. هاد الملاقية أنا عجباتني، ساهلة وبسيطة، داغي تطلع. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه. اللي عجب هالفيديو ما تنساش انها تدعمنا بالضغط على زر الاعجاب. اي حاجه بغيتوها اكتبوها في التعاليق. تنعتذر على الفيديوهات اللي تطلبوهم مني وما تنديرهمش نظرا لضيق ديال الوقت. انا نحاول انني يعني هذوك الفيديوهات اللي طلبتهم مني انني نديرهم.